طبعا كان المفروض حزب يمين يفقد مبنى النقابه العامه، لكن ظروف انشاء المبنى الجديد بتحول ان احنا نقدر نعمل حزب يمين هناك. ان شاء الله احنا بنبني مبنى جديد عشان يليق بالمحاماه ويليق بيكم وبالاجيال الجديده ان شاء الله. طبعا انتوا بقالكم حدود كذا شهر كده بتعملوا اجراءات، وتفتكروا ان النهارده اخر المراحل، ان النهارده حزب يمين ويستمر كده. لا، النهارده بدايه انضمامكم للنقابه. المقيم سامح عاشور حريص على دعم ابناء الشباب، بيقدم لكم الدعم في كل المجالات، بيقدم لكم دورات مجانيه في كل فروع القانون، في اللغه، في المرافعات، في التحكيم، وكلها مدعمه ومجانيه للشباب. بنعمل لكم برضه زي ما انا بلزمك انك انت تلبس بدله عشان تبقى مظهرك لائق بالمحاماه، بنعمل لكم معارض بدل مدعمه ومخفضه للشباب، وفيها برضه ازياء مناسبه للزميلات المحاميين. ان شاء الله احنا في دوره جديده بنعملها لكم، في قانون الرياضه الجديد والتحكيم الرياضي، لان في قانون طلع نزع الاختصاص من محاكم الوطنيه في المنازعات الرياضيه، وعمل تحكيم جديد ومحكمه رياضيه مصريه مختصه بنظر المنازعات. معالي المقيم سامح عاشور شاف ان ده مجال جديد للشباب، ومن حقكم تقتحمون، فبنعمل لكم دوره ان شاء الله عنها في اوائل شهر اكتوبر باذن الله. والاستاذ ماجد حنا برضه عامل دورات في الاكاديميه، اكاديميه ناصر العسكريه ليكم. الاكاديميه الدورات دي مهمه جدا من ناحية التثقيفيه ومن ناحيه العلميه والعمليه. برضه احنا بندعوكم انكم تتابعوا موقع النقابه والصفحات الشخصيه لينا، بنعلن عنها عشان تنضموا ليها، واهلا وسهلا بيكم، الف مبروك.